وبعدين ممكن اعلق تعليق، انا مبسوط قوي ان انتوا لابسين فساتين. لا احنا بقول لك ايه، احنا بنلبس فساتين وهنفضل نلبس فساتين، بنلبس فساتين وجوبات وكل اللي انت عايزه. انا مع ان البنت والست المصريه تلبس فستان طبعا. وبستغرب لما يتقال لا اصل الفستان مش مريح، لا اصل بالعكس ده هو اريح. صحيح، ده حقيقي كتير. ايه رايك فينا؟ ثمنا وشيك وكلاسيك وكل حاجه حلوه. بلاك اند وايت جمال. تجربه وجعتنا كلنا يعني لما انت مريت بيها، وكلنا اتاثرنا جدا بتجربه اصابتك بالسرطان. بس الحقيقه ان انت لما عرفت قلت جمله غريبه جدا، فاكر قلت ايه؟ لا مش فاهم. قلت انا يعني على قد ما انا اتخضيت على قد ما انا فرحت انبسطت. ليه انبسطت ازاي يعني؟ بصي انا طبعا خدته بفلسفه مختلفه المرض ده. انا ما فيش حاجه اسمها يعني، في ناس كتيره تقول لك ده مرض الموت خلاص بقى كده الحقيقه. لا هو انا مش مقتنع بكده خالص. هو انا ممكن دلوقتي وانا طالع من الاستوديو حاجه تقع على نفوخي اموت. صح ممكن اي حد فينا يجرى له، كلنا معرضين موت في لحظه احنا مش عارفين هي امتى. مفيش غير ربنا هو اللي بيعلم ده امتى. فلما عرفت قلت مش حكايه اتبسط. انا كنت دايما في البرنامج عندي بدعم مرضى الكانسر. وفي حاجه مره عملتها قبل معايا بسنتين، انا حلقت شعري بالموس على الهواء. دعم، كنا في اكتوبر فشهر دعم للسيدات عشان البريست كانسر. فقلت هوريكم. انا رحت شال شعري خالص. فاول لما عرفت كل الحاجات دي جه في دماغي من ربنا، انت شلت شعرك بس انت ما حسيتش بالكيماوي. انت ما حسيتش بالعمليه. انت ما حسيتش ما بعد الكيماوي هيحصل ايه. انت عايز تدعمهم لازم تحس بيهم اكتر. فانا خدتها بالاسلوب ده. وفي حاجه جات لي حسيت ان انا هخف. اوكي بس فاخدت الموضوع ببساطه الى حد ما مقبوله. جايز الاطباء بتوعي ما كانوش مبسوطين قوي من ان انا واخده ببساطه كده. ليه؟ قالوا لي لازم تحس شويه ان انت تعبان، ما ينفعش تاخد جلسه كيماوي وتنزل تشتغل. كنت تاني يوم بنزل اشتغل. يعني جلسه الكيماوي بتاعتي كانت كل ثلاث اسابيع، كانت دايما بتبقى يوم الاحد. فساعتها كنت بشتغل في الراديو على الهواء مش تسجيل، في قناه. فكنت يعني باخد جلسه الكيماوي بخلصها 7 بالليل، 2 الظهر كان اخويا بنفسه هو اللي بيوصل بيجيبني هنا. بخش الاستوديو وبطلع هوا. هقول لكم حاجه الناس ما تعرفهاش. كنت بحط كيس جنبي على في الاستوديو عشان احتمال ارجع تتقايق. طب حبيبي. وكنت ببقى قايل للضيف يا حبيبي نفسي. كنت ببقى قايل للضيف وقايل للمهندس اللي قاعد على الميكسر، لو رفعت ايدي كده اقطع بيه، اقطع بسرعه، اقطع يعني خش على اغنيه. وكان بيحصل؟ ولا مره حصلت ولا مره. بس انت